أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك آية من سفر أرميا. سفر أرميا أصحاح 23 آية رقم 22. 23 ده الأصحاح، 22 ده رقم الآية. ولو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. ولو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. الرب بيتكلم عن ناس بتخدم باسمه، إنما رغم إنها بتخدم باسم الرب، بتقول إنها خدام الرب، إنما ملهمش تأثير، ملهمش تأثير صح، ليهم تأثير غلط، ليهم تأثير سيء. وبيقول هنا الرب ان اللي يخلي الخادم ليه تأثير كويس انه يقف في مجلسي، يعني يدخل الى محضر الرب، يعني يبقى مهتم بقعدته او بخلوته اليومية مع الرب. ممكن واحد مشاهد يقول لي طب انا مش بخدم الرب، الايه دي تفيدني في ايه؟ اقول لك لو انت عايز يبقى ليك تاثير على اولادك مثلا، هنا بيقول لو وقفوا في مجلسي، يعني قعدوا معايا ليهم خلوه معايا، لو وقفوا في مجلسي هيعملوا ايه؟ هيقولوا كلامي الصح، وبعدين لأخبروا شعبي بكلامي، وبعدين وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. يعني أنا عشان يبقى عندي قدرة كأب أرد أولادي عن السكة الغلط، الطريق الرديء، وأردهم عن أي حاجات فيها شر بيعملوها، عشان يبقى عندي هذا التأثير بحسب الآية دي، ده التأثير بتاعي يتوقف على خلوتي مع الرب، يتوقف على وقوفي في مجلس الرب. لو وقفوا في مجلسي هيقولوا كلام، والكلام هيأثر. ايه هيعمل ايه؟ هيخلوا شعبي بعد ما كان ماشي في طريق رديء، هيردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. انت ممكن تقول كلام منطقي جدا وبحسب المنطق البشري مؤثر جدا، لكن النتائج صفر، مفيش نتائج، نتائج سيئة جدا. ليه؟ لان اللي بيدي الكلمة التأثير ايه؟ القعاد مع الرب، الاقتراب الى الرب. شوف في آية في المزمور تقول كده، أما الاقتراب إلى الله فإيه؟ فحسن لي. لازم نقرب للرب، لازم نقعد مع الرب، زي ما بتقول الآية اللي في الرسالة إلى العبرانيين، فلنتقدم إلى عرش النعمة. يعني لازم أدخل وأقعد مع الرب وأبقى موجود في محضره، وأنا طول اليوم وانا حتى في شغلي من وقت والتاني ارفع قلبي للرب، اتقرب، اتقدم الى الرب، اقترب اليه، اقترب الى عرشه. لما هعمل كده حسب الايه دي كلامي هيبقى مؤثر جدا. طب دول بيحبوا الخطيه، طب دول الشعب في الوقت ده ماشي ورا السحر والعبادات الغلط، الشعب ماشي ورا النجاسه، نقدر نرجعه؟ لما نقعد مع الرب، يعني مش بالحماس البشري هترجع الناس، مش بالطاقة
طلاقة في الكلام، مش بالمنطق اللي انت بتتكلم بيه، لا، بمصاحبة كلامك، مصاحبة الروح القدس لكلامك. ان زي بطرس في يوم 50 اقرا العظة، عظة قصيرة كده، ازاي العظة دي تخلي 3000 واحد يؤمن بالرب يسوع؟ ازاي؟ عشان الروح القدس كان بيشتغل. لما الروح القدس عشان يصاحب كلامي، او بلغة ادق عشان قوة الروح تصاحب كلامي وتخلي كلامي فعال، لازم اصلي، لازم اقعد مع الرب، لازم اصلي صلاة من القلب، زي ما بيقول رسالة العبرانيين تقول لك لنتقدم بايه؟ بقلب صادق. كلمة صادق هنا في الاصل اليوناني بقلب حقيقي، يعني بحاجة حقيقية. ما انا ممكن اقعد اصلي كده كلام من الشفتين، ما ينفعش. لما تقدم الى الرب بقلب صادق، لما اقعد مع الرب كلامي هيبقى ليه تأثير. لما انصح اخويا النصيحة هتأثر فيه، لانها نصيحة، مش بس انها صح، ولكن قوة الروح تصاحب هذه النصيحة. لما انصح زوجتي بتكلم معاها، مش هتعتبر ان ده هجوم عليها، مش هتعتبر ان ده دكتاتورية مني. ليه؟ لاني هيصاحب كلامي عمل الروح. هيصاحب كلامي عمل الروح ليه؟ عشان انا بقعد مع الرب. يقول لك كده، ولو وقفوا في مجلسي لايه؟ لأخبروا شعبي بكلامي، يعني هيقولوا كلام الرب في الوقت الصح والكلام الحقيقي اللي يناسب الحالة دي. مش هجيب آية لا تناسب الحالة دي، يعني في واحد تكلمه روح يجيب لك آية ملاش علاقة بيك، ما هو فهمها بطريقة غلط، دي تبقى كلمة الرب. لا، يعني كل ما أقعد مع الرب، كل ما الرب هيحفظني من أن أنا أغلط وأقول كلام هو مش كلام الرب، وكلامي هيبقى مؤثر، كلامي هيبقى مفيد. عزيزي المشاهد، لو انت ملكش قاعدة مع الرب كل يوم، خد قرار الآن وقول كده باسم الرب يسوع، هيبقى كل يوم ليا قاعدة مع الرب، كل يوم هجيب الكتاب المقدس واقرا فيه وهصلي كل يوم، ويبقى ليا علاقة حميمة مع الرب، عشان انا عايز ابقى مفيد للاخرين. عزيزي المشاهد، في الحلقه اللي فاتت قلنا في نهايه الايام هيبقى في 3 محاكمات. ابتدينا نتكلم عن المحاكمه الاولى، وقلنا ان المحاكمه الاولى تصاحب القيامه الاولى، والمحاكمه الثالثه تصاحب القيامة الأخيرة أو القيامة الثانية، قيامة تانية مع محاكمة ثلاثة. قلنا أن المحاكمة الأولى دي هي محاكمة الرب للمؤمنين الحقيقيين بعد الاختطاف، ودي مكانها فوق في السماء. يعني الرب هيحاكم المؤمنين، هيجلس هنا اسمه، نقرأ من كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس، ان احنا هنقف جميعا، يقول كده لاننا جميعا نظهر، يعني نعلن، يعني يبان المختبئ فينا امام، يبقى كلنا نقف فين؟ امام كرسي المسيح. وقلنا مين اللي وقف قدام كرسي المسيح؟ قلنا دول المؤمنين الحقيقيين اللي اختطفوا، جه الرب واختطفوا وتقابلوا وهيتقابلوا مع الرب في على السحب، زي ما بتقول كلمة الرب. وبعدين الرب بقى هيحكم، هيجيب بقى انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، يقول لك لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ام ايه شرا. وقلنا شرا دي ترجمتها الحقيقة حسب الاصل، ما صنع خيرا كان ام أعمال لا قيمة لها. يعني في أعمال كتير بنعملها لا قيمة لها، طبعا أولها الأعمال الغلط لا قيمة لها، مش هتاخد عليها. هو الرب هيحكم ليه؟ عشان يحدد أنا
تمتعي، درجة تمتعي هتبقى قد إيه في الأبدية، دوري في الأبدية قد إيه، دوري في الملك الألفي حجمه قد إيه، المجد بتاعي هيبقى قد إيه. يعني الحكم ده الرب هيحكم به نتيجة إيه بقى؟ نتيجة أعمالي هنا وأنا على الأرض. طب أنا عملت أعمال غلط، دي ملهاش أي قيمة، دي مش هتدي أي أكاليل، دي مش هتدي أي مكافآت، دي مش هتزود لا في تمتعي ولا في المجد بتاعي، مش هتزود ولا في دوري سواء في الملك الألفي أو طوال الأبدية، لأنها كانت أعمال غلط. ومن الحاجات اللي ليس لها قيمة، قلت في الحلقة اللي فاتت، الحاجات اللي الدوافع بتاعتها غلط، الدافع اللي جوايا غلط. يعني بعمل حاجات شكلها حلو لكن الدافع القلبي اللي مش باين للناس غلط. زي مثلا لما أدي فلوس عشان أتباهى عشان الناس سقف لي، زي موعظ عشان الناس يقولوا علي العظة بتاعتي كويسة، يبقى أنا بدور على مكافأة. أو ممكن واحد يخدم عشان الفلوس، يعني ممكن يبقى هدف الخدمة بتاعته هي أنه يكسب، شاف أن الخدمة بتجيب فلوس كتير أكتر من الشغل بتاعه، يروح يستقيل من شغله ويقول لك أنا دخل أبويا كان ضخم، كان بيشتغل أسيس، الرب كان بيبعت له كتير، خلاص انا بقى استقيل من شغلي واروح اشتغل زي ابويا قسيس عشان يجي لي دخل كتير. ده الدافع غلط. ده مش رايح يخدم عشان بيحب الرب، ده رايح يخدم عشان الخدمه بتجيب فلوس كتير. اوعى يكون دافعك في الخدمه محبه مال، او دفعك للخدمه واحد يروح يخدم في الكنيسه دي عشان يتعرف على فلانه دي عشان عايز يتجوز فلانه دي عشان عايز يتجوز الاخت دي. لا، تقعد تخدم عشان تتجوز، ده دفع غلط. انت تروح تخدم عشان بتحب الرب. او واحد كان بيخدم في مكان وبعدين نتيجه ان واحد زعله في المكان ده يروح سايب الخدمه، دي معناه انه دفعه في الخدمه كان غلط، لان لو كان دفعه محبه الرب كان يستمر حتى لو حصل اي شيء، مش ممكن هيسيب الخدمه لان دفعه كان محبه الرب. قلت لك في الحلقه اللي فاتت ان المكافئات كمان هتبقى بحسب التعب، بتعب قد ايه من اجل طاعتي للرب، يعني بتعب قد ايه عشان اطيع الرب، وبتعب قد ايه في الخدمه. يعني التعب يزود لما اتحاكم بقى على الحاجات اللي عملتها بعد الاختطاف وانا في السماء، المكافآت والاكاليل هتحددها كمان تعبت قد ايه. تعبت وانا بجاهد ضد الخطيه، تعبت وانا بهرب من الخطيه، تعبت قد ايه وانا في الخدمه، الاضطهاد كان حجمه قد ايه. أكيد مكافآت بولس عظيمة، لأنه نقرأ بقى تعب قد إيه وراح السجن واتضرب كذا مرة، والسفينة اللي كان رايح يسافر بيها عشان يكرس في بلد غرقت كذا مرة. فالمكافآت يحددها التعب ويحددها الدافع. وقلت لك في عن الدافع ده هتلاقي الحديث عن الدافع في كورنثوس الاولى الاصحاح الثالث، ما ننساش الجزء ده ابدا. بيقول لك ان في واحد بيخدم والخدمه بتاعته كانه بيبني، بس بيبني ايه بقى؟ يقول الكتاب ان واحد بيبني في الخدمه ذهب وفضه وحجاره كريمه، واحد تاني بيبني خشب وعشب وقش. يعني ده بيخدم بيبني ذهب وفضة وحجارة كريمة، والتاني بيخدم بيبني خشب وعشب وقش. واللي بيتأمله يقول لك شوف الذهب قيمته كبيرة وحجمه قليل، مش باين انه حجمه كبير، لكن مثلا حتة ذهب قد كده بعربيات قش، بعربيات عشب، حتة دهب
صغيرة بعربيات، يعني ممكن واحد يبقى خدمته عربيات، عربيات حجمها كبير كبير قدام الناس، إنما العربية جواها إيه؟ عشب، طلعت عشب ما طلعتش دهب. الدهب ليه قيمة حتى لو كان صغير. وبعدين الأصحاح يفسر المعنى فبيقول إيه؟ إن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فسيخلص لكن كما بنار. وقبليها بيقول لأنه بنار، بنار نحط خط 2-3 يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. يبقى إذن إحنا لما المؤمنين الحقيقيين لما بعد الاختطاف يقفوا قدام كرسي المسيح عشان المحاكمة، طبعا مش ما فيش حد هيتحاكم ويروح من السماء للجحيم ولا بعد كده يروح لجهنم، لا دي محاكمة مش هتطلع ناس برا الأبدية، لا، لأن لا يهلك كل من يؤمن به تكون له حياة أبدية، مادام إيمانه حقيقي لحياة أبدية. لكن الحياة الأبدية دي تمتعه فيها قد إيه، مجده فيها قد إيه، دي حاجة بيحددها بقى أعماله لما كان على الأرض، كانت أعمال ليها قيمة ولا أعمال فاضية. فهنا بيقول النار، يعني قدام كرسي المسيح هيبقى في نار، ستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. واللي بيفسروا الجزء ده يروحوا رابطين الآية دي بالآية اللي في سفر الرؤيا، إن الرب بعد القيامة عينيه نار. يعني ايه عينين الرب نار؟ يعني عينين فاحصة زي النار لما تمتحن. ويقول ستمتحن النار عمل كل واحد. الامتحان يعني ايه النار تمتحن؟ يعني تقول لك ده دهب ولا جزء دهب وجزء قش. النار هتحرق القش، تيجي عند دهب ما تحرقوش. يبقى اذا النار اثبتت ان الكتلة دي نصها دهب ونصها حاجات بايظه كده، حاجات مش دهب. يعني النار بتمتحن الفضه، تشيل من الفضه الشوائب وتخلي الفضه، النار بتمتحن. فلما تيجي نار الرب، عين الرب على زي ما قلت لك، لما هتقف لو انت مؤمن حقيقي، لو انت مش مؤمن حقيقي مش هتروح الحته دي اساسا. لو انت مش مؤمن حقيقي المحاكمه بتاعتك هتبقى رقم 3، هتقف بقى قدام العرش الابيض، وده هشرحه في حلقه قادمه. انما لو انت مؤمن حقيقي هتقف قدام العرش الالهي، وفي العرش الالهي بقى نار الرب بتحكم. هتقف النار دي هتحكم كل اللي عملته، عين الرب الفاحصه اللي هي زي النار تحكم. يعني هتقول لك يوم ما قعدت في البيت تقنع اولادك بالايات، ما كنتش أهدفك أساساً الآيات، الدافع بتاعك أنك تطلع نفسك صح، مش أن الآيات تأثر في أولادك وتغيرهم. أشطب النار تحرق، ده قش، ده عشب، ده خشب، النار تحرق الحاجات دي. العشب في ثانية النار تاكله، الخشب يمكن شوية، إنما النار بتاعت عين الرب هتمتحن كل حاجة. عشان كده اوعى اوعى الدوافع بتاعتك تبقى غلط، لان النار هيبقى ما عندكش حاجه، عطيت فقرا كتير، بس كنت بتعمل عطيت فقرا كتير عشان يجي يقول لك متشكرين ويقول لك كلام جميل. كنت بتجيب القسيس بيتك عشان القسيس يقول لك انت راجل كويس، وهدفك مش بتجيبه ده يوم ما بينقضك بتكرهه. ما ينفعش أمام كرسي المسيح كل ده هيبان، شئت أو لم تشأ في مواجهة جاية، الحق نفسك. لأن ممكن تفكر كده تلاقي كل اللي عملته في حياتك ده كان دوافعه غلط، اللي كان وراه محبة المال، واللي كان وراه الإعجاب بنفسي، واللي كان وراه إرضاء. يعني ممكن تخدم عشان بترضي حد، عايز ترضي فلانة، فهي بتحب انك انت ترنم تروح مرنم. دي دوافع غلط. انت لازم دفعك للخدمة يبقى محبتك للرب وطاعتك لصوت الرب.
يعني بتطيع الرب وبتحب الرب. فهنا بيقول ان النار، طب افترض واحد كل اللي عمله في حياته كان دوافعه فيها غلط كله، يعني بيعمل حاجة عشان يرضي نفسه مش عشان يرضي الرب، مش بيعمل حاجة وراها محبة. لان حتى بولس في نفس الرسالة دي قال كده، قال لو انا عملت حاجات عظيمة جدا في نظر الناس لكن ما فيهاش محبة، أرالك من اصحاح 13 بيقول كده، ان اطعمت كل اموالي، يعني كل اموالي للفقراء، وان سلمت جسدي حتى احترق، يا تعبت ورحت وسافرت لكن ما فيش محبة للرب ورا الحاجات دي. طبعا محبة الرب بتجيب محبة للناس شيء تلقائي زي ما بتقول رسالة يوحنا الأولى، ولكن ليس لي محبة أنا مش هستفيد حاجة، فلا أنتفع شيء، كل اللي عملته هيبقى عربيات مليانة قش. نار عين الرب لما أقف قدام كرسي المسيح تحرق ده. لو أنا كل حياتي بالشكل ده وأنا مؤمن حقيقي عندي دوافع غلط، يقول لك يقول ايه الكتاب، ان احترق عمل احد كله فسيخسر، هيزعل. يعني قدام كرسي المسيح ده في ناس هتزعل لانه هيخسر، وحتى يوحنا قال في ناس هتخجل، يعني في ناس تخجل من نفسها، يا 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 اللي عملناه ما كانش ليه ولا قيمه كده، يا 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 يا، يقول لك يتكلم عن الخجل. وبولس بيتكلم، يعني يوحنا بيتكلم عن الخجل في الموقف ده، وده يوحنا بيتكلم عن الخجل، وبولس بيتكلم عن الفرح، ان في ناس هتفرح، هتفرح لانها اللي عملوه امتحن بنار وعدى، والنار قالت ان ده جاب ثمر كثير، ده جاب نفوس، ده كان لمجد الله، ده اللي عملوه ما كانش المجد بشر، ده اللي كان مجد الرب. انما فرضا افترض واحد كل الحاجات اللي عملها طلع ملهاش قيمه، يروح النار؟ لا، يقول لك فسيخسر، اما هو فسيخلص، رغم ان كل اللي عمله خسره لكن هو سيخلص. يعني ايه؟ يعني مش هيروح بحيره النار والكبريت، ليه؟ ولكن كما بنار. كما بنار يعني ايه؟ زي النار بالظبط اللي تاكل العشب كله بس في حته دهب، مين اللي دهب؟ مين اللي دهب ده يقعد؟ ايه مين اللي دهب اللي قاعد ده؟ الطبيعه الجديده، قلبه الجديد، الخلاص اللي خده من الرب لن يفقده. عزيزي المشاهده، كمل معاك في الحلقه القادمه، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب ثق في الدم، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.